هذا رجل رأى زوجته في المنام أن أعطته شيء، ساعة يد رجالية، وهو فرح بهذه الساعة يعني ومبسوط. طيب طبعا الرجل إذا أخذ من زوجته ساعة يد معناته قد ترزق هذه المرأة بالحمل، وإن كانت ساعة يد رجالية فهذا ولد له، والفرح إذا ما كان معه صياح ولا يعني يتحرك باضطراب وكذا، فيدل على السعادة إن شاء الله بهذا الحمل، والعلم عند الله. معنا أم خالد، تفضلي. نعم ألو تفضلي. ألو، لو سمحت يا شيخ، أنا دخلت باب صالتي، لا نعم. دخلت باب الصالة، مدخل النحية بتحوي فيها وزادة. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. بالنسبة الصالة في المنام، زوج المرأة ومسكنها وحياتها، لكن في حية منطوية على نفسها في هذه الصالة، قد تكون خادمة ساحرة أو امرأة عدوة أو البيت فيه سحر. طيب لماذا دائما نحن نفسر بأن الحية شيطان وسحر؟ لأن قصة موسى مع السحرة واضحة في القرآن الكريم، فألقوا حبالهم وعصيهم، فموسى عليه الصلاة والسلام أمره الله سبحانه أن يلقي بعصا، قال فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما صنعوا. فبالتالي أن رؤية الحية بهذه الطريقة قد تدل على امرأة عدوة أو شيطان أو البيت فيه سحر، فيحتاج إلى رقية شرعية والعلم عند الله. نعم. نعم، هذه امرأة رأت خالتها في المنام لابسة أبيض وتدخن يعني سجاير وشكلها جميل. طبعا اللبس الأبيض يدل على صلاح زوج المرأة وصلاح المرأة، وشكلها جميل إن كانت متزوجة قد تحمل ببنت، أما كونها تدخن فمهمومة، شرب الدخان والسجاير في المنام يدل على هم، وكلما تصاعد الدخان كلما افتضح الإنسان وظهرت عيوبه طيب للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، والعلم عند الله. نعم.